مشاهدين كويت سبورت، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج أجيالنا. هذه الحلقة اللي تشهد عودة دوري الناشئين ودوري الأشبال بعد انقطاع لفترة طويلة، تقريبا شهرين، إجازة منتصف العام، أيضا اختبارات منتصف العام، يعني فترة طويلة تقعدوا دوري الأشبال ودوري الناشئين، ردوا بمنافسات ومباريات جميلة إن شاء الله راح تكون معانا في حلقة اليوم، بالإضافة إلى مشاركة منتخب الشباب اللي يستعد لبطولة كأس العرب اللي راح تقام إن شاء الله في المملكة العربية السعودية 17/2. راح نتكلم على كل هذه المواضيع مع محللين البرنامج الكابتن أحمد موسى والكابتن صالح البرايتي. كابتن أحمد، مساك الله بالخير. مساك الله مثله، مسي عليك وعلى مشاهدينا الكرام وعلى أبو محمد. اليوم برد والصوت رايح من بداية الحلقة، الله يستر. اي وموسى بس كان مدفي نفسه، بس احنا قطنا خلاني فسخ الجاكيت. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور اخوي عبد الله، ومسي على اخوي أحمد موسى وعلى المشاهدين الكرام. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل منتخب الشباب ان شاء الله. استعداد لبطولة كأس العرب اللي إن شاء الله مثل ما قلنا راح تقام بالمملكة العربية السعودية، غادر منتخبنا الوطني للشباب لمعسكر خارجي في دبي، راح يلعب هناك مبارتين أعتقد، المعسكر بقيادة الكرواتي ديكو مدرب المنتخب اللي اختار 23 لاعب. راح نتكلم إن شاء الله عن هذه البطولة واستعداد المنتخب مع محللينا. أحمد موسى، 23 لاعب، خلني أذكرهم قبل لا أتكلم على هذه اللاعبين: بدر السلام، حسين أشكناني، حسن حاجية، سلمان العوضي، وفهد العجمي، يوسف الحقان، طلال قيسي، وشمخي الشايع، سلطان الفرج، عبد الرحمن الشرهان، عبد الرحمن كميل، وإبراهيم كميل، عبد العزيز ناجي، خالد الفضلي، سلمان البوس، صالح البناي، أسامة العنزي، ويوسف العتيبي، مهدي دشتي، ضاري العتيبي، وحميد المطيري، وعبد الله حسن، وأخيرا فواز الصعب. راح شاركونا بالبطولة أحمد. استحقاق، يعني ما استحقاقه أكيد راح يكون مهم، لكن استحقاق ودي الأهم منه أكيد المحافظة على هذا الجيل. شوف طبعا من البداية، يعني الشيء الجيد والملفت ان اغلب اللاعبين هذيل شاركوا مع انديتهم على مستوى الفريق الاول، يعني يمكن في البطوله السابقه او في التصفيات السابقه كان معظمهم ما شارك مع الفريق الاول. ممكن احنا طالبنا وكنا دائما نقول هذا العمر لابد انه يكون يلعب مع الفريق الاول، وفعلا هذا الشيء صار مع بدايه القسم الثاني في دوري STC للدرجه الاولى او الدوري الممتاز. اصبح معظم المدربين قاموا يستعينون بفريق الشباب او لاعبين الشباب، فهذا شيء جيد بالدرجة الأولى للاعبين. النقطة الثانية، مشاركتهم بالبطولة طبعا هي شيء إيجابي، لكن يعني بعض اللاعبين اللي قاعد يلعب مع فريقه أعتقد أن منافسات الدوري راح تكون أهم وأقوى له من المنتخب، لكن هي بالنسبة له كمشاركة منتخب هي شيء طبعا يعني لا غنى عنه، وكل لاعب يحلم أنه يمثل بلده ويمثل الوطن ويمثل الفينية الزرقة. فهي بالنهاية مشاركة جيدة للاعبين، اختبار جيد، وإن كانت البطولة ودية يعني ما هي ذات أهمية، لكن تبغى شيء جيد في سجل اللاعبين. أهمية البطولة أبو محمد اللي إن شاء الله راح تكون من 17 فبراير ل 5/3، مشاركة المنتخب مثل ما قال أحمد، كثر الاحتكاكات الودية والمشاركات الخارجية أكيد لها أثر إيجابي على شباب الأزرق. صحيح، يمكن هي الأهم، يعني الأهم الأكبر أن الاحتكاك مع المنتخبات. يمكن إحنا صارنا فترة كبيرة أن ما شاركنا، يمكن ما نبرد حق الإيقاف في السابق، يعني شفنا احنا منتخباتنا شلون تأثرت، خاصة المراحل السنية شلون تأثرت بعدم مشاركاتها في منافسات المنتخبات. منافسة تكون رتم أعلى، ليفل عالي، عكس الدوري قاعد نلعبه، وكان دورينا للأسف كان بعض ما تكون من قسم واحد نفس ما حصل في هذا الموسم. فأعتقد هذه المشاركات مهمة، خاصة في الوقت الحالي، خاصة في البطولات مثل ما قلنا الودية، ودي يعني المفروض انك تشارك فيها كثر ما تقدر، بدل انك تشارك فيها بحكم انت تبي تكسب الخبره اللي طافتك في السنين السابقه، يعني صحيح. خاصه مع الاحتكاكات مع المنتخبات، عكس اللي يكون مثلا منافسات في الدوري. اوكي اللاعبين في الدوري صحيح قاعد يتنافسون مع بعض، لكن في المنتخبات راح يكون الرتم اعلى من الدوري اللي احنا قاعد نلعب فيه. بالعكس هذه مشاركات ايجابيه، لكن يمكن يعني يمكن البطوله هذه اتت بوقت، يعني يمكن شفنا احنا لاعبين غير جيد، يعني غير جيد، شفنا لاعبين قاعد تشارك
من الشباب مع الفريق الاول في الدرجه مع الفريق الاول في نفس ما قال احمد في دوري اس تي سي. اعتقد يمكن هني اللاعبين راح يفقدون يمكن هذه المشاركات يمكن حتى اذا كان في استمراريه، لكن تتم مشاركه ايجابيه بغض النظر هي كان شاركني وكان شاركني كان تتم مشاركه ايجابيه. كنا نتمنى يكون وقتها غير الوقت هذا، مع خلينا نقول مثلا وقفه دورينا اللي هو مثلا مشاركه تصفيات كاس العالم كاس اسيا بشهر 3 لو كان في هالوقت هذا كان انسب. ولا بعد لا تنسى بعد محمد ان الدوري الشباب الحين محتد يعني وفي صح. وفي وفي تنافس ما بين الفرق يعني صحيح ان الكويت الاول لكن بس يبقى التنافس منافسه موجوده والدوري دش يعني مرحله صعبه، فهو لما توقف الدوري راح انت شوي تقلل من نوع الحماسه والالتحامات اللي موجوده بين الفرق يعني. ومستوى المباريات ومستوى الفرق القويه اللي راح يشاركون اياها هم ممكن ياثر على مستوى الدوري واللاعبين تحديدا المشاركين. اي بس يعني وبدر يعني هو التأثير على مجموعة اللاعبين، لكن أنت عندك الفرق صح. اللي راح تقعد هنا أو ما راح تشارك أو اللاعبين اللي مو مستدعين المنتخب. تدري إحنا عندنا مشكلة إن اللاعب هاوي لما أنت يكون عنده ما في مشاركة وما في مباريات راح يصير فيه تغيب في يوم ماي في برود ما في التزام، فهذا راح ينزل من اللياقة البدنية ينزل من الرتم يعني في بعض السلبيات في توقيت البطولة. صالح بشكل سريع المنتخب راح يلعب 3 مباريات في الدور الأول. تاريخ 17/2 موريتانيا، 23/2 مع المنتخب العراقي، و واخير 17/22 و23/2 مع المنتخب التونسي. منتخبات كنا نعرف يمكن المنتخب العراقي المنتخب الموريتاني نوعا ما مجهول، لكن المنتخب عارف بعض، شارك قبل فتره في عمان بالتصفيات اللي خرج منها بفارق هدف. صحيح يمكن عبد الرحمن تكلم في الحلقات السابقه ان هذا المنتخب احنا نعول عليه بالامانه حق خلينا نقول الفريق الاول في السنين القادمه بعد ما تصفيات كاس العالم كاس اسيا، المفروض نحافظ على الفريق هذا. احنا شفنا الفريق الوحيد اللي ظهر بشكل يعني جيد بعد الوقفه هذه في التصفيات اللي كانت في عمان، خرج قدم مباريات كبيره ضد منتخبات ايضا كانت مستعده وكانت الافضليه لها، لكن خرج للاسف فرق الاهداف. اعتقد المنتخب هذا المفروض احنا نحافظ عليه، مثلا الاتحاد انه يحافظ على المنتخب هذا مع الاضافات اللي راح تكون ان شاء الله في السنين القادمه. صحيح المنافسات راح تكون قويه، منتخب العراق منتخب قوي، المنتخب منتخبون بس ايضا احنا ما نعرف المنتخبون الثاني، لكن دائما عبد الله الفرق الافريقيه دائما تكون منافساتها قويه يعني ما خصوصا اكثر من فرق اسيا. منتخب تونس انا اعتقد انه راح يكون منتخب قوي، صحيح المنتخب الموريتاني هو المنتخب الوحيد يمكن يكون غامض، لكن انا اعتقد ايضا يمتازون بالقوه يمتازون بالسرعه يمتازون في القوة البدنية بالضبط مثل افريقيا، فاعتقد ان المباريات كلها راح تكون على مستوى عالي. نتمنى التوفيق اكيد لمنتخبنا لازرق الشباب في هذه البطولة. ننتقل من ازرق الشباب الى دوري الناشئين وتحديدا منافسات الجولة العاشرة. المتصدر الكويت قدر يتقلب على خيطه في هذا التقليل. فاز فريق نادي الكويت على فريق نادي خيطان بنتيجة 2-2 ضمن دور الناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم. المباراة جرت على ملعب رقم 2 في نادي كاظمة، حيث شهد الشوط الأول سيطرة كاملة للفريق الكويتاوي ترجمها بهدف عن طريق لاعبه خالد عبد العزيز السلامة حيث جاء في منتصف الشوط الأول. وفي الشوط الثاني للمباراة عاد فريق نادي خيطان لأجواء المباراة محاولا تعديل النتيجة، لكنه لم يستطع أمام هجمات فريق نادي الكويت المتتالية على مرمى. وليستمر الشوط الثاني بتقدم الفريق الكويتاوي مع سعي من قبل فريق نادي خيطان لتعديل النتيجة لتصل الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ويشهد معها تسجيل هدف ثاني للاعب نادي الكويت حمود بدر البطي، وليطلق معها حكم المباراة صافرته معلنا انتهاء المباراة بفوز كويتاوي على فريق نادي خيطان وبنتيجة 2-2. جود لك لفريق ناشئين بنادي الكويت هذا الفوز واستمرارهم بالصدارة، فوز مهم على فريق خيطان. أبو محمد مباراة كان مطالب الكويت ب3 نقاط، قدر أن يحسم الشوط الأول بهدف، قدر أن يضيف الهدف الثاني بالشوط الثاني ويأخذ النقاط الثلاث.
صحيح عبد الرحمن، دائما عبد الرحمن نتكلم احنا نقول من الفرق المتصدره دائما تكون مباراه عليهم مهمه اكثر من الفرق خلينا نقول اللي ما تنافس على المراكز الاولى. يمكن احنا شفنا خيطان في المركز 11، الكويت ايضا في المركز الاول، فاعتقد يعني خاصه الدوري الناشئ عبد الرحمن قسم واحد، يعني ما في تعويض اي خساره خاصه في الحين في الجوله العاشره احنا وملاحقينك نادي القادسيه ونادي العربي. فاعتقد ان اي مباراه اللي شان الكويت راح يكون مضمون اكثر، خاصه لما يباري فرق خلينا نقول مو المنافسه له في على الدوري. فاعتقد اللي ما عنده شيء خسره، اللي ما عنده شيء خسره، فاعتقد المباراه تكون مهمه له يدش مركز في بدايه المباراه 100%. اعتقد لو يطوف شوط اول عبد الله وما يسجل الفرق المنافسه سواء الكويت العربي القادسيه راح يكون عليه ضغط زياده في الشوط الثاني، يمكن يخسر النقاط في المباراه هذه خاصه من فرق ما هي منافسه له. فاعتقد الكويت خلاص بالنتيجه هذه بنتيجه 2-0 الشوط الاول هدف، الشوط الثاني هدف، خلاص بنتيجه 2-0. واعتقد عبد الله والاهم من هذا كله عبد الله ان انت يعني قادم من بعد وقفه طويله صح. يعني ما تدري شنو مستوى لاعبينك، شنو جاهزيتهم للمباراه، الفريق ضدك ايضا يعني هم يعني ما تدري شنو جاهزيته بعد الوقفه اللي بعد الوقفه اللي الطويله وقفوها الناشئين. هذه اصعب مرحله عبد الله، ما بعد الوقفه الطويله انك تعود وانت فريق خلينا نقول متصدر، ان شلون تكيف لاعبينك وتعيشهم الجو ما قبل الوقفه اللي كانت موجوده تعيش روح المنافسه في الدوري. هذه نقطه مهمه احمد، انت سبقني ابو محمد فيها، انت مخلص القسم الاول او تحديدا الجوله التاسعه وانت متصدر، وقفت شهرين، لازم تثبت ان انت بطل وتفوز في اول مباراه. طبعا اهم شيء هي اول مباراه، ثاني مباراه يعني احيانا يكون في بعد الوقفه في كميه مباريات طويله يمكن 6-7، بس يمكن في حالتنا احنا اليوم او في حاله دوري الناشئين يمكن المباريات المتبقيه هي مباريات 4 مباريات خلاص بالضبط. فانت بالتالي 4 مباريات وعندك 2 فريقين لهم القادسيه والعرب قاعد يلحقونك، فيعني الله يعينهم صراحه الاجهزه الفنيه قاعد يحطون تحت ضغط كبير، تهيئه اللاعبين من بعد وقفه شهرين امر مو هين، خصوصا انت بعد حتى الفتره هذه يعني اللي صارت الاجازه ان في لاعبين سافروا، يعني حتى تجميع اللاعبين يعني هذه لابد ان احنا نسال فيه المدربين لانه يتفاوت ما بين فريق وما بين جهاز فني والاخر. فبالتالي انت عندك اليوم عامل ضغط كبير، متصدر تبي تحافظ على الصداره، الفريقين قاعد يلحقونك، عندك توقف لمده شهرين وعدم جاهزيه اللاعبين، فبالتالي كل العوامل هذه انصبت يعني سلبيه في نادي الكويت او عكسيه لنادي الكويت. لكن امانه الجهاز الفني والاداري واللاعبين في نادي الكويت قدروا يتغلبون على هالشيء، وان كان فوز يعني صعب لكن بالنهايه هو فوز وفوز كبير من الناحيه المعنويه. بشكل عام الكويت كان اداء مقنع ابو محمد في المباراه. عبد الله يمكن المباراه هذه كان الاهم النتيجه بغض النظر عن الاداء، خاصه بعد الوقفه مثل ما تكلمنا انا وكابتن احمد موسى، ان اهم 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 شيء في المباراه هذه مو الاداء كثر ما تهمني النتيجه، خاصه بعد الوقفه تكلمنا عن الوقفه الطويله وانا فريق متصدر وانا فريق يحتاج للفوز باي طريقه، خاصه ان لاحقين الكويت والعربي في 24 نقطه، يعني فرق مباراه واحده صحيح هو الكويت ناقص لعبه عن الغاتسيه، لعب الغاتسيه 11 لعبه ولعب 10 لعبات، لكن تم الخساره في اول لعبه بعد الوقفه تاثر على اللاعبين بشكل سلبي اكيد. يعني فالكويت اعتقد انه في المباراه هذه ما كان يهم المستوى كثر ما يهمه النتيجه. ننتقل لمنافس ثاني في دوري الناشئين وفوز مهم للعربي على النصر في هذا الدوري. فاز فريق نادي العربي على فريق نادي النصر بنتيجة 3-1 وذلك ضمن دوري الأشبال لكرة القدم. الشوط الأول للمباراة شهد فوز نادي العربي حيث سجل الهدف الأول اللاعب إبراهيم الشيخ، وعند بداية الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح العنابي ليسجل الهدف الأول لفريق نادي النصر اللاعب عبد الرحمن الرشيدي، ولتكون ردة فعل الزعيم ويسجل الهدف الثاني اللاعب عمر العنزي، ومن ثم الهدف الثالث سجله اللاعب حسين التراكمة. والجدير بالذكر كان نجم المباراة لاعب نادي العربي إبراهيم بهزارد، وانتهت المباراة ب3 نقاط ثمينة لصالح العربي ليتصدر المركز الأول بدور الناشئين لكرة القدم، ويتراجع نادي النصر من المركز الرابع إلى المركز الخامس. قلت لك لناشئين العربي هذا الفوز، مثل ما قلنا قبل التغرير فوز مهم خلى العربي في دائرة المنافسة 24 نقطة. أبو محمد
للعربي ما بينه وبين المتصدر لثلاث أربع نقاط. العربي لي الحين في دائرة المنافسة. صحيح عبدالله، احنا قلنا دائما عبدالله قلنا القسم الواحد فيه ميزة وفيه سلبية. الميزة الوحيدة اللي فيه عبدالله انه يخلي المنافسة كل فرق تنافس احمد، ما في فريق نقول مثلا يعني اني اقول انا اعوض في القسم الثاني، لانك انت اي خسارة تخسرها راح تبتعد عن فرق منافسة. احنا دائما قاعد ليش قاعد نشوف احنا دوري الشباب الكويت بروحه مغرد بعيد، لانه كان في قسمين وخسر واحد، مع ان الكويت ما خسر ولا لعبة للحين، لكن تشوف ما في منافسة خاصة في القسم الثاني. اما دوري الشباب ماشي، احنا قاعد نشوف تقريبا الأربع الأوائل جميعهم متشابهين بالنقاط. كويت، القادسية، العربي، أيضا الأشباب عبدالله، مو بس الناشين، يعني قاعد نشوف فرق نقطتين، فرق ثلاث نقاط، يعني ما في من الأول للرابع قاعد نشوف فرق إلا ثلاث نقاط. يعني فأعتقد هذه الميزة الوحيدة في دوري في القسم الواحد. أعتقد العربي كان له فوز مهم إنه يتم ملاحق للمتصدر، وأيضا إنه ما يبتعد، لأن إحنا في الجولة 11 عبدالله، يمكن يعني في باقي ثلاث مباريات على نهاية الدوري. صح. أي فريق راح يتعطل فوق وأنت تفوز راح يعطيك المجال إنك تأخذ الدوري. صحيح إن نصر مو منافس، لكن ثلاثية العربي أيضا خلتها في دائرة المنافسة، عطت اللاعبين دفعة معنوية للمباريات الثلاث الجاية. طبعا يمكن ما ذكرناه بالنسبة لنادي الكويت، هو أيضا ينطبق على نادي عربي. أنت جاي مع التوقف تبي تدش في المنافسة، أنت يعني أي خسارة لك أو أي تعادل راح يبعدك عن المنافسة، وما في مجال للتعويض. مثل ما قال ابو محمد، الدوري من قسم واحد، ايضا باقي ثلاث جولات، فبالتالي اكيد في ضغوطات على الاجهزه الفنيه وفي ضغط على الجهاز الفني وعلى اللاعبين. واللاعبين دائما يعني انت دائما احنا نقول في بعض اللاعبين تهيئون، هذا وقت اللاعب، انت لاعب متى تحس انه ممكن هذا تشوفه انه يكون خامه طيبه للمستقبل. في حاله الضغط لما يكون يلعب تحت ضغط النقاط، ضغط الصداره، ضغط المحافظه، فأعتقد أن العربي أدوا مباراة جيدة، مباراة جميلة، وقدرنا يفوزوا 3-1. هذا دور. وغير شيء عبدالله، أن العربي عنده ميزة أكثر من القادسية هو في المركز الثاني. العربي لا يعني عنده 10 لعبات، يعني ناقص لعبة عن القادسية هو 11 نقطة، يعني أيضا عنده تشانس عبدالله أفضلية لعبة زيادة يعني عن نادي القادسية هو لعب 11 لعبة. أحمد قال هذا دور اللاعب، فعلا دور لاعب، ولا بهالفترة القصيرة الخبرة تكون المفروض عند المدرب والأجهزة الإدارية أن يهيئون لاعبين للمنافسات في الفتره اللي هو عبد الله. يعني اكيد يعني ما نظلم حق بعد ايضا الجهاز الفني والجهاز الاداري، اكيد له دور خاصه بعد الوقفه الطويله. يعني احنا نتكلم على وقفه اسبوعين وقت امتحانات، وقفة هي طويله والفتره القادمه بالضبط، فما بالك ان انت تتكلم على فتره شهرين تقريبا وقفنا. غير كذي عبد الله، الفتره القادمه يعني وقفت انت الدوري في نهايته، يعني مو بنصه او باوله، يعني بنهايته، يعني باقي اربع جولات حنقول حق الفرق اللي لعبه 10 مباريات. فاعتقد ان وقت مهم، يعني حتى وقت الوقفه كان وقت مهم يعني للاعبين وايضا للجهاز الفني. احنا ما نقدر نقول خبره اللاعبين بحكم لاعبين صغار، يعني لاعب ناشئين، لاعبين شباب، ما نقدر نقول خبره، لكن هذا يرد على دور شلون تهيئ انت الجو كجهاز فني وكجهاز اداري تهيئ الجو للاعب. وراح تبدي انت راح تبدي اعداد جديد، يعني انت بعد التوقف شهرين انت كنك بادي موسم جديد من بدايته. اليوم احنا يعني هو مثل ما قال محمد، هي مو موضوع خبره كثر ما هو حرص واهتمام اللاعب. يعني انت ممكن المدرب يهيئ كل شيء والجهاز الاداري ايضا هيك، لكن اللاعب ما عنده الحرص والاهتمام، فانت شلون تعيشه في هذا الجو، تعيشه تحت المنافسه وان انت مقبل على بطوله. يعني بعد وقفه الدوري صار ما في وقت، فالدوري صار يعني خلينا نقول بسرعه المباريات ورا بعض. خلال الست ايام اللي طافت لعبوا جولتين، جوله العاشره والجوله ال11، راح نتكلم بعد شوي ان شاء الله اكثر على الجوله ال11، لكن نذكركم بنتائج منافسات الجوله العاشرة لدوري الناشئين. فوز سالمية على اليرموك 2-1، وايضا التضامن على الجهرة 3-0، الشباب وكاظمة تعادلوا بهدف لهدف، والقادسية قدرنا يفوز على برقان 3-2، واخيرا الصليبي خاض 3-0 على الساحل، بالاضافة الى المباراتين اللي عرضنا تقاريرهم. فرق الصدارة يعني كلها فازت ابو محمد، احنا اغلب فرق الصداره، احنا هذا نتكلم عن فرق الصداره. اعتقد ان في اول لعبه في هذا الجوله تكلمنا على الكويت، تكلمنا على العربي والقادسيه ايضا عبد الله. يعني اعتقد ان قلت كان يهمهم الجهاز الفني الفوز اكثر ما يهمهم الاداء داخل الملعب، خاصه في انا ما اقولك بس في المباراه هذه بعد وقفه، انا اكلمك حتى في الثلاث جولات الاربع جولات القادمه. خلاص هي النتائج هي راح تجيب للدوري، مو الاداء راح يجيب للدوري. انا افوز بكل اللعبات بغض النظر عن الاداء شنو يكون، النتائج الثانيه تخدمني. خلينا نقول مثلا اذا تعطل الكويت، اذا تعطل اي الفرق منافسه، انا كفريق يهمني الثلاث جولات الاربع جولات القادمه تهمني النتيجه اكثر من الاداء.
أكثر فريق تعثر في هذه الجولة أو ما خدمته النتيجة هو كاظمة بعد تعادله مع فريق الشباب بهدف لهدف أحمد، يعني كاظمة بعد هذا التعادل ظل بالمركز الرابع. طبعا هو أكيد يمكن مثل ما ذكر محمد مثل ما ذكرنا أنت ما جيت 4 جولات أي تعادل أي خسارة راح تبعدك عن المنافس، وهذا بالضبط ما حصل نادي الكويت، عفوا نادي كاظمة تعادله خلى يعني شوي تاخر عن عن عن, عن السيره وعن المجموعه اللي هم الكويت والفاتسية والعربي، وبالتالي اصبحت يعني الفرص عنده ضئيله شوي انه يستمر في المنافسه، وانا اعتقد يعني ما يحصل في هذه الجوله اكيد راح يتكرر في الجولات القادمه. الجوله اللي بعدها مثل ما قلنا خلال هذا الاسبوع لعبوا منافسات الجوله 11 وكان في 7 مباريات، تعادل برقان مع الشباب 0-0، فاز الجهره على الساحل 4-1، 5-0 للعربي على الصليبخات، نتيجة كبيرة وفوز كبير للقادسية على اليرموك 8-0، 3-1 لخيطان على الفحيحيل، و 3-0 اللي كاظم قدرنا يعوض خسارته في الجولة الماضية وفاز على السالمية 3-0، وأخيرا فوز التضامن على النصر 2-0. يعني الكويت ما لعب، الكويت المتصدر في هذه الجولة ما لعب أبو محمد، لكن نشوف القادسية فاز، العربي فاز، كاظمة رجع يفوز، الفرق قربت خلينا نقول من المتصدر وزاد حلاوة الدوري مع نهاية الجولة 11. أول شيء عبد الله أنا أرد لك حق الجولة اللي قبل هذا لما يقولك المباراة اللي هي بعد الوقفة أنها مهمة، إحنا نشوف القادسية مع برقان، برقان في المركز أعتقد في المركز 11. صحيح. يعني كانت مباراة 13، يعني كانت مباراة سهلة بالنسبة لمباراة لنادي القادسية، لكن عبد الله شوف كم فاز النتيجة. تمام. لا مع برقان فاز 3-2 في اول جوله اللي هي بعد الوقفه، بعد صحيح. الجوله اللي بعدها اللي هي لان اللاعب يعيش ضغط والبعد عن المنافسه كانت اللي بعدها على اليرموك، بعدها على اليرموك لما دش اجواء المنافسه والمراه فاز بأريحية 8-0 اليرموك هو في المركز التاسع، يعني كمركز افضل من مركز برقان. فاحنا قاعدين نتكلم عن اللعبه اللي هي بعد الوقفه هذه كانت مهمه لجميع الفرق بغض النظر على ادائها النتيجه. راح نتكلم على الترتيب اكثر لكن بعد ما نشوف هذا. إذن بعد نهاية الجولة 11 مثل ما شفنا في السلايد الكويت بالصدارة ب 27 نقطة، القادسية بالمركز الثاني 24 نقطة، يلاحق العربي بفارق الأهداف ب 24 نقطة، وكاظمة بالمركز الرابع 21 نقطة. 4 مباريات لنادي الكويت، 3 مباريات للقادسية، 4 مباريات للعربي، و3 لكاظمة. يعني شوف هو يعني ما بقى شيء والتنافس موجود، عرفت؟ لكن ما يميز الجولة الثانية يعني بعيد عن الترتيب ان انت تشوف الفرق اللي هي بعيدة عن المنافسة صار فيها اكيد يعني بعد الانقطاع الشهرين صار ما في حماسة، ما في الرغبة، الروح مفقودة، فبدأت تشوف النتائج عالية. يمكن النتائج هذه ما شفناها يعني صار لنا هالموسم من غسل واحد ما شفناها بالثمانية وبالتسعة والارقام هذه، لكن بعد الوقفه اكيد اللي ما له منافسه ومو داش منافسه راح تشوف انه يعني غير مهتم، يمكن قاعد يتمرن للكاس او ايضا يجرب لاعبين احمد بالضبط الكاس. لكن بالنسبه للترتيب يعني اكيد يعني مثل ما تفضلت اخوي عبد الله الترتيب متنافس ومشتعل جدا، ما في مجال لاي خساره لاي نقطه، ف يعني راح نشاهد ان شاء الله باذن الله الفتره المقبله دوري قوي، جولات قويه فيها تنافس كبير. الجولات القويه اللي راح نشوفها اذا تقابلوا هالاربعه صداره كويت القادسيه العربي وكاظمة، الدوري انحسم بهالاربع انديه ابو محمد. صحيح والله بحكم النقاط اللي هو النادي كاظمة هو خلينا نقول في المركز الرابع 21 نقطه، فاعتقد ان الدوري راح ينحسم بين الكويت والقادسيه والعربي، انا اقول اكثر شيء يعني العربي والكويت بالضبط، يعني اكثر من يعني كاظم بحكم كاظم يملك 21 نقطه والكويت ب 27 نقطه، فرق 6 نقاط، وباجي على الجوله خلينا نقول 4 نقاط بالنسبه 4 جولات لنادي الكويت بحكم انه هو لاعب 10 فصعب فصعب على كاظم، يمكن كاظم يحسن مركزه
يمكن يوصل الثالث يوصل الثاني اذا خدمت النتائج، وهو ايضا خدم نفسه في النتائج. بس ترى الافضليه ايضا تنصب لمصلحه العربي على القادسيه بالضبط، لان ناقص لعبه ايضا كان العربي، العربي ناقص يعني لعبه صحيح بالضبط. ننتقل من فئه الناشئين لفئه الشباب. قبل اسبوعين شفنا مباراه جدا مميزه في دوري الشباب، كاظمة والكويت انتهت ب3-3. ايضا السيناريو عاد روحه مع دوري الاشبال 3-3 كويت وكاظمة في هذا. ضمن منافسات الجولة 12 من دوري الأشبال لكرة القدم، التقى فريقا الكويت وكاظمة في لقاء يسعى من خلاله الفريقين لحصد نقاط اللقاء. الشوط الأول من اللقاء بدأ وتمكن كاظمة من افتتاح التسجيل عن طريق اللاعب ناصر للخيس قبل أن يعادل الكويت النتيجة من ضربة جزاء، وبعدها كثف الكويت هجماته ليسجل الهدف الثاني وينتهي القسم الأول بتقدم الأبيض. وفي الجزء الثاني من اللقاء تمكن البرتغالي من معادلة النتيجة عبر تسديدة قوية سكنت الشباك قبل أن يضيف الهدف الثالث من كرة عرضية، وقبل نهاية اللقاء تمكن الكويت من معادلة النتيجة من كرة ثابتة لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما. واحدة من أجمل مباريات الموسم، وأكيد هي أجمل مباراة في الجولة 12، الكويت وكاظمة في 3-3. صالح، مباراة ممتعة، مباراة مليئة بالأهداف، مباراة حتى الأهداف أيضا نوعية الأهداف شفناها بكل مكان، شفنا ركلة جزاء، شفنا تسديد من خارج المنطقة، عرضيات، مباراة مفتوحة بين الطرفين. صحيح عبدالله، بحكم أن كاظمة هو في المركز الثاني في الدوري يحاول اللحاق بالعربي، وأيضا الكويت يحاول يحسن مركزه من المركز الخامس، يملك 25 نقطة، فوزه على كاظمة راح يوصل إلى 27 نقطة في حالة فوزه ويحسن المركز. مباركات مفتوحة من الطرفين، إحنا شفنا الأهداف أيضا في الشوط الأول شفنا 3 أهداف، في الشوط الثاني شفنا 3 أهداف أخرى. يمكن تقدم في بداية المباراة، سجل كاظمة الهدف الأول، تقدم على الكويت، عاود الكويت تعاود النتيجة بالتعادل، أيضا الكويت أضاف الهدف الثاني في الشوط الأول، كان الكويت لها الأفضلية في الشوط الأول. يمكن شفنا مباراة مفتوحة ما كانت مغلقة من ناحية من الطرفين، كاظمة يبي الفوز بحكم أنه يلاحق العربي، وأيضا الكويت كان يبي الفوز مطالب الفوز لتحسين المركز. يمكن هذه يعني مركز الفريقين في الجدول هو اللي اعطى طابع يعني مباراه تكون مفتوحه، يعني تكون مباراه مفتوحه، احنا الكل يعني يبحث عن الفوز، الكل عنده رغبه للفوز. قبل ما تقدم احمد، الكويت ما سلم المباراه، وهذا الكويت اللي نعرفه دائما، رد بسرعه في الشوط الاول. طبعا رد ورد كان يعني قسم العوده احمدي، يعني رد ورد قلب النتيجه من تاخر 1-0 الى 2-1 من خلال تسجيله هدفين في الشوط الاول. خلص الشوط الاول، تغلب الكويت على كاظم في الشوط الاول، توقعنا يعني الشوط الثاني راح نشاهد افضليه لنادي الكويت، وراح نشاهد الكويت يمكن يزيد الغله، لكن بالعكس شاهدنا نادي كاظمه عادل المباراه بتسجيل هدف التعادل، ومن ثم قلب النتيجه على نادي الكويت. يعني هي مباراه يعني خلينا نقول من الصوبين، يعني مباراه غير معروفه وغير محسوبه حساباتها، كاظمة عاد وخذ الأفضلية من الكويت وأصبح النتيجة 3-2. كاظمة مثل ما قال أحمد خذ الأفضلية في الشوط الثاني، كاظمة بادر وسجل وتقدم بالشوط الأول وتقدم أيضا بالشوط الثاني، لكن الكويت دائما ما صحيح، دائما الكويت قاعد يعود للمباراة، كان يبحث عن الفوز، كان يبحث عن الهدف دائما على مدار الشوطين. يعني أيضا كان كاظمة في نفس الشيء، لكن كاظمة كل ما كان يسجل ويتقدم ما كان يقدر يحافظ على النتيجة، بحكم يمكن كاظمة هو المطالب بالفوز أكثر بحكم هو الملاحق بالضبط، هو الملاحق لنادي العربي في المركز الثاني. الكويت كان يبحث على تعديل مركز، يعني بعيده عن المنافسة على المركز الأول نتكلم، لكن كل ما كان كاظمة يسجل مفروض كان كاظمة يكون عنده تركيز أكبر من نادي الكويت بحكم أنه يحافظ على النتيجة، لكن كان الكويت أيضا يعاود تسجيل، يمكن الهدف الثالث أيضا أتى عن طريق تسديده، وتعادل الكويت في نهاية المباراة 3-3. وبالأمانة كانت مباراة جميلة من الطرفين، واعتقد عبد الله كان المستفيد الأكبر في هذه الجولة هو النادي العربي، بحكم ان جميع منافسين احمد تعادل، ممكن نتطرق عليها بعدين في راح نتكلم عن النتائج ان شاء الله، بعد ما نتكلم عن نتائج الجوله. كاظمة قبل المباراه بالمركز الثاني، احمد بالمقابل الكويت نشوفها في المركز الرابع او المركز الخامس.
كاظمة كان مطالب أكثر بالفوز، هالشيء سوى له ضغط بالمباراة. طبعاً، وهذا اللي شاهدناه من خلال المباراة، كان في استعجال. بدأ المباراة بشكل جيد، سجل هدف، لكن الاستعجال يعني اللي كانوا يعيشونه اللاعبين والضغط اللي مثل ما تفضل، أنا لازم أفوز وأتصدر. بالضبط، إني أبي أفوز وعشان أتصدر، عشان أكون أنا في دائرة المنافسة مع العربي. هذا دخل اللاعبين بالضغط، أصبح في أريحية بالنسبة للاعبين نادي الكويت اللي قدروا إنه يعودون المباراة في أكثر من مرة. فأنا أعتقد يعني لاعبين صغار يعني تنقصهم الخبرة، ما عندهم الخبرة الكافية، فعاشوا الضغط هذا، وهذا اللي ضيع منهم المباراة. وفقد المركز الأول كامل في هذه الجدول. بعد خسارته أخذ العربي المركز الأول. نتكلم عن باقي نتائج الجولة. فوز العربي على التضامن 1-0، فوز صعب، وثلاث نقاط مهمة للأخضر خلتها في صدارة الترتيب مع نهاية الجولة 12. تعادل قدسي والنصر 1-1. فوز الشباب على الساحل 4-1. برقان خسر من خيطان 2-0، وأيضا الفحيحيل على السالمية 1-0، قدرنا يفوز فريق الفحيحيل. وأخيرا الجهرة قدرنا يفوز على يرموك 2-1. صدارة كلهم تعادلوا، صدارة كلهم فرق، صدارة كلهم تعثروا مثل ما قلت قبل شوي أبو محمد، باستثناء فريق العربي. صحيح، بعقده كان هو يعني المستفيد الأكبر هو نادي العربي. يمكن تعادل كاظمة، ولو فايز النصر ايضا كان هو كان النصر راح يحتفز بالمركز الاول، هو ياخذ مكان كاظم اللي كان متصدر. فاعتقد يعني المستفيد الاكبر في هذه الجوله بالامانه العربي. حتى العربي يعني شوف احمد ايضا فاز بشكل انفس نتيجه 1-0، يعني مو فوز سهل. هذا التوقف بالضبط، اي يعني فوز مو سهل على فريق مو منافس له. يمكن كان فاز على نادي التضامن، هو في المركز السابع التضامن. فاعتقد نتكلم على الجوله هذه يعني بالامانه يعني شكلها كان جميل بحكم لنادي العربي ان شلون انقلبت الامور. يعني فوز النصر على القادسيه كان هو يخليه في المركز الاول مع تعادل كاظمه، كاظمه فوزه كان يخليه هو في المركز الاول ويتم على محافظه صدره. لكن كل الفرق اللي كانت تفوز وتروح للمركز الاول كلها تعادلت تعثرت، والعربي طلع بنتيجه ايجابيه، وهذا ينحسب للعربي الامانه. هذا نحن نقول عبد الله، احنا نقول في القسم الواحد اي خساره نقاط من فرق منافسه راح تشوفك انت راح يتغير جدول دائما ما بين المنافسين. الثاني والثالث والرابع والخامس تعادلوا احمد، يعني المباريات كلها تلعب بنفس الوقت. بعد خروج العربي منتصر بهدف دون رد على التضامن، اكيد افرحوا لاعبي العربي، صار عندهم دفعه معنويه للمباريات القادمه، انه خلاص الدوري صار بيدي، افوز كل المباريات اخذ الدوري. بالضبط، شوف يعني يمكن مشاهدتنا لهذه الجولة تحديدا هذا يخلينا نشوف الضغط اللي كانوا يعيشونه اللاعبين بعد التوقف. يعني يمكن كل الفرق كانت تعيش بحالة واحدة ان فيها عليها ضغوطات، تبي تفوز في اول جولة بعد التوقف للمحافظة او لمتابعة المنافسة. كلهم تعثروا لان عامل النفسي كان مهم، وتهيئة اللاعبين نفسيا قبل ما يكون بدنيا كان جدا مهم. العربي حتى فوزه يعني فوز صعب مو الفوز السهل، ودائما نلاحظ انت فرق اللي كانت هي المنافسة هي اللي تأثرت وتعثرت، عكس الفرق الثاني اللي ما قاعد تنافس داشة بأريحية بأفضلية ما عليها ضغوطات. فأنا أعتقد كان فوز مهم للعربي بالضبط، يعطيه الأفضلية الحين لأخذ الدوري وكسب الدوري بإيده من غير مساعدة أي فريق. فأنا أعتقد يعني المباريات المقبلة أو الجولات القادمة راح تكون فيه ضغوطات كبيرة على لاعبين العربي، ولابد أن الجهاز الفني والإداري يهيئ اللاعبين نفسيا بشكل كبير. يعني بعد نهايه الجوله ال12 جولتين تفصلنا عن نهايه الدوري، راح نشوف عبد الله عفوا بس يعني بقطع كلامك بالخير. يعني ايضا اللي يميز ايضا جهاز الجوله احمد انه خلاص يعني الفرق منافسه كلهم من اول للخامس كم لاعبين 11 جوله. صح. يعني ما في فريق مثلا انت عنده افضليه. نشوف الجدول وبعدين نرد نسولف زين اقرا افكارك. فما كان ما في فريق يعني عنده افضليه على فريق ثاني خاصه فرق منافسه. يعني الحين العربي عنده 3 جولات، هو يفوز في 3 جولات هذه هو ياخذ الدوري. اي يعني ما في تقول والله لا الكويت ناقص لعبه مثلا او القادسيه ناقص لعبه، فالكل متساوي في الجولات. الفرق الصدار فرق صداره كلها لعبت 11 جوله من الاول للخامس، لعبوا 11 مباراه. خلاص في فرق لازم تعتمد على نتائج فرق ثانيه، لكن المطلوب في هذه الفتره ان الفريق يسوي اللي عليه. طبعا نشوف كل الفرق اللي هم يعني دون العربي يتمنون خسارة العربي أو تعثر العربي، لأن من صالحهم أن العربي يتعثر، لأن في حال العرب في حالة أن العربي فاز في كل
جولات او في المباريات المتبقيه فراح تكون ثلاث مباريات، فراح تكون المنافسه او البطوله محسومه للنادي العربي. فبالتالي يعني من صالح الفرق الاخرى تعثر العربي، لكن العربي مو من صالحه ولا عنده استفاده من اي فريق. العربي لابد انه يفوز ثلاث مباريات راح يحسم الدوري لمصلحته. فبالتالي انا اعتقد يعني الفرق اللي راح تباري العربي راح تكون يعني عندها اريحيه انه قاعد تباري فريق مضغوط، اللاعبين يلعبون تحت ضغط. وانا اعتقد يعني الجولات القادمه للعرب راح تكون جولات جدا يعني فيها منافسه كبيره للاعبين. الضغط بس راح يكون على العربي المتصدر ولا ايضا على الفرق اللي تلاحقه؟ على الفرق تلاحقه، ايضا الفرق الملاحقه ايضا له عليها ضغط. يعني يمكن احنا شفنا الضغط هذا او ولد في هذه الجوله التعادلات اللي شفناها احنا مع فرق منافسه. اعتقد ايضا في الجولات السابقه الضغط على كل فرق منافسه، الفرق خلينا نقول اللي تحت العربي يفكرون بالعربي انه شلون يتعطل، وايضا يفكرون بنفسهم شلون يفوزون، انه لازم يفوزون عكس العربي. العربي يفكر انه بس الفوز، هو ما يفكر والله من يتعطل وراي، هو يهمه انه يفوز واللي تحته ما له شغل فيهم يتعدون يفوزون، لكن هو يفوز في ثلاث جولات هذه ياخذ دوري مهما كانت النتائج. لكن انا فرق متاخر من اللي بعد العرب الثاني ثالث الرابع هم يفكرون تفكيرين ان العربي يتعطل احنا شلون نفوز، فهذا اعتقد انه هو الضغط الاكبر عليهم. 29 نقطه، 28 نقطه، 28 نقطه، 27 و25، خمس فرق منافسه، خمس فرق راح تسوي كل اللي عليها في الجولات الثلاث القادمه. اتمنى التوفيق لكل الفرق امانه. شاهدنا يمكن دوري يعني من قسم واحد لكن دوري كان مميز. شاهدنا يعني من سنوات ما نشاهد تنافس ما بين اربع الى خمس فرق، دائما كنا نشاهد فريقين، لكن هذا الموسم تحديدا على مستوى كل المراحل اشبال الناشئين وشباب شاهدنا في تنافس وفي دخول بعض الفرق اللي جو المنافسه، وهذا شيء جميل وجيد. يعني الشيء المستغرب في هذه الجولة وهذا الدوري وهذه المرحلة تحديدا أبو محمد أنه مع نهاية الجولة 12 قادسيه والكويت مو من توب 3 إن صح التعبير، يعني كل المراحل ما يصير ما نشوف لا القادسيه ولا الكويت، نشوف العربي وكاظمة بالإضافة إلى النصر. بالعكس عبد الله، هذا الشيء يعطي يعني مثلا شيء صحي وهذه يعني منافسة قاعد نشوفها مع الفرق اللي قاعد تصعد مثل النصر، كاظمة شفناهم غايبين سنين، احنا شفناها في السنين السابقة على مدار 4 سنوات 5 سنوات السابقة دائما في جميع المراحل السنية، الكويت القادسية في مرحلة الشباب تضامن طلعنا سنة من السنين هو العربي وخذوا الدوري. لكن في جميع الدوري يصير عبدالله ممل ما إذا كان محتكر ما بين فريقين فقط، لكن لما نشوف المنافسة أيضا في الموسم هذا عبدالله القادسية مو بعيد في مرحلة الأشبال، القادسية يملك 27 نقطة أيضا فوز أو تعادل، يمكن القادسية عنده منافسة أيضا على المركز الأول في تعطل الفرق الأخرى، لكن حين نقول إحنا منافسته أضعف من الكاظمة والنصر، هم الأغرب، لكن 27 نقطة ب 28 نقطة والأول 29 نقطة، فأعتقد ما هو بعيد نادي القادسية. بس محمد إحنا مثل ما قال يعني عبد الله تعودنا في السنوات الأخيرة إن القادسية والكويت يحسمون الدوري من زمان بينهم يعني صحيح. بالعكس إحنا ما نتمنى هذا الشيء يصير، بالعكس نتمنى الوقت الحالي هذا اللي يصير. نعم أيضا يدش القادسية، يدش الكويت، يدش أيضا الساحل، الفرق الأخرى أيضا يدش عن المنافسة. لما نتكلم عن الفرق المتطورة والفرق المميزة خلال هذا الموسم نتكلم عن فريق نادي كاظمة. فريق نادي كاظمة تقريبا منافس في كل المراحل، عشان كذي كاميرا أجيالنا راحت لنادي كاظمة وتحديدا لفريق الشباب في نادي كاظمة أحمد الكندري في هذا ألعب نص يمين وباك يمين. تكلمنا عن بدايتك باللعب. والله بداية جيدة يعني وياهم. يعني نشاطاتك من أول بالمراحل السنية الأولية. والله لعبت وياهم سنتين قبلها وكانت زين، البداية جيدة الحمد لله، ورغم الإصابات حشتنا إصابات خفيفة. تكلمنا زين عن مشاركتك بالدوري، إيش رأيك بفريقكم؟ والله أداء زين وقاعد تطور من موسم لموسم مع الشباب. بالنسبة لتمرينك مع الفريق، تحرص على التمرين مع الفريق؟ اي نعم احرص على التمرين ونكون اكون ملتزم وايد وياهم كذي. برايك ان الالتزام بالتمرين يرفع من مستوى اللاعب؟ اي يرفع وايد وايد يرفع. تحرص عليه؟ احرص عليه، شلون احرص عليه؟
زين بالنسبه لل يعني المدرب ودور المدرب برايك انه يعني يساهم في تطوير مستوى اللاعب مستوى الفريق؟ اي نعم وايد يساهم، يعطينا تمارين وتكتيكات نديها بالملعب. تكلمنا عن وضع الفريق بالدوري الشباب. والله وضعنا الوضع ممتاز يعني، وان شاء الله نستمر اكثر بعد يعني قاعد تنافسون ان شاء الله باذن الله. كيف تكلمنا عن طموحك؟ طموحي ان شاء الله فريق الاول المنتخب ان شاء الله باذن الله. في لاعب عالمي انت تشوف يعني ودك توصل المستوى او تمثله؟ لا والله بس في ميسي يعني تقريبا. مثل ما قلنا في حلقة الأسبوع الماضي، كاميرا أجيالنا إن شاء الله راح تتواجد في كل الأندية مع كل اللاعبين المميزين. اللاعب المميز راح يلقى كاميرا أجيالنا موجودة وتصوره ونعرض له إن شاء الله تقرير. نلتقي فيكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم، لكن قبل أختم أشكر الكابتن أحمد موسى، شكرا لك. شكرا كابتن صالح بريت، شكرا لك. مشكورا. الشكر موصول لكم ومشاهدينا الكرام على المتابعة. نلتقي فيكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع الجاي من برنامج أجيالنا.